قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا إلى المبحث الخامس، بطلان دعوى اليهود والنصارى أن الشريعة الإسلامية مستمدة من التوراة والإنجيل. جماعة يقولوا أصل هو قابل ورقة ابن نوفل، وجماعة يقول أصل هو قابل بحيرة الراهب، يبقى هو خد منهم قصص الأولين وسماها قرآن، أو أخذ منهم تشريعات التوراة وسماها إسلام. إيه الشبهة اللي عندهم؟ الشبهة إن في تشريعات في التوراة زي التشريعات اللي فين؟ في القرآن. دي إن دلت على شيء تدل على أن المصدر واحد ومن مشكات واحدة. لذلك ورد في القرآن: وكتبنا عليهم فيها، كتبنا على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ده تشريع عندنا ولا مش عندنا؟ عندنا التشريع ده وموجود في التوراة. نعم موجود في التوراة، إلا أن التوراة جاءت بالعدل الصارم ليس معه عفو. مين اللي جه بالعفو بعد كده؟ الإنجيل. فجاء يكمل العدل الصارم في التوراة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لذلك أنت بتجد في الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن ادي له خدك الأيسر، يعني منتهى العفو. يعني هذا الكمال موجود عندنا احنا في الشريعة تحت بند ايه؟ تحت بند: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ده الشق اللي موجود زيه فين؟ في التوراة. ولئن صبرتم، اهو ولئن صبرتم ديت الشق اللي موجود فين؟ في الإنجيل. لأن التلاتة من مشكاة واحدة ومنزلهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ليس معنى إن في تشابه إن ده خد من ده، بغض النظر عن إنه وحي من السماء، يعني ما عاوزين ينفهم كونه وحي من السماء وإنه من وضع البشر وإنه تقليد لما كان قبل. تعرف الكلام بيفكرني بإيه؟ بيفكرني بكلام داروين اللي هو كان بيقول إيه؟ الإنسان في شبه من القرد، يبقى الإنسان أصله قرد. فهو وجود الشبه يبقى الإنسان أصله قرد؟ لا طبعا، ومن كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين. ده لو في وجود شبه ما بين الحيوان والإنسان والطير والنبات، فهذا الشبه يدل على إن الخالق إيه؟ واحد. لذلك بيقول لك إيه؟ بيقول لك فقرات الفار 7 فقرات، والزرافة اللي رقبتها طول كده برضو كم؟ 7 فقرات. ده تدل على ايه؟ ان دلت على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. الفار قد كده في 7 فقرات، والزرافة رقبتها قد كده فيها 7 فقرات، يبقى الخالق واحد. وليس معنى ان الزرافة خدت بالك كانت وتطورت، او الانسان كان ثم تطور. ما فيش تطور في الخلق، خدت بالك؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى علمه كامل. علمه إيه؟ كامل.
ربنا ما بيكتشفش، لا يكتسب علم بعد علم بعد علم زي الإنسان. خدت بالك؟ وأنا دللت على مثل هذا قبل، قلت إيه؟ الإنسان المولود سنة 1919 زي الإنسان المولود في 2012، في تعديل حصل؟ ما فيش تعديل حصل. طب أنت شوف صناعة السيارات 1919 كده كانت حنطور، خدت بالك؟ شالوا الحصان حطوا إيه؟ مطور، ودوروه بمنافلة. النهاردة أنت بتركب إيه بقى دلوقتي؟ أنت قاعد في الشقة بتدور العربية بالريموت. يبقى حصل تطور نتيجة تطور الإيه؟ العلم. فربنا علمه كامل من يوم ما خلق آدم وهو آدم، ومن يوم ما خلق الإنسان وهو إيه؟ إنسان. خدت بالك؟ ومن كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين. فربنا سبحانه وتعالى علمه كامل، لذلك بيخلق الخلق ليس قابل للتطور. خدت بالك؟ لأن اللي عنده قابلية للتطور اللي هو نقص العلم. وبالتالي وكل رب زدني علما، كلما ازداد في العلم كلما بيتطور الصنعة بتاعته. المستشرقين طبعا بيصطادوا في الماء العكرة، خدت بالك؟ يقولوا ايه المستشرقين؟ اننا نعتقد بدخول قسم من هؤلاء الاشقياء. تعرف يقصد بالاشقياء مين؟ عبد الله بن سلام اللي ساب اليهودية ودخل في الاسلام، بيسميه شقي ارتد عن دينه ودخل في الاسلام. خدت بالك؟ اننا نعتقد بدخول قسم من هؤلاء الاشقياء في صفوف الاسلام، ولقد كان لهؤلاء المرتدين، يعني الذين تركوا اليهودية، ولذرياتهم النصيب الرئيسي في إعداد التشريع الإسلامي وتكوينه، حيث لا يمكن إنكار التأثير التلمودي فيه، أو قل مثلا التأثير التوراتي فيه. هم بيتخيلوا كده يعني إن في تأثير من التوراة للشريعة الإسلامية. التلمود ده كتاب وضعه اليهود، خدت بالك؟ يعني بيقول لك ايه؟ لا تراب يهودي، لكن ان رابيت امميا يجوز. ما تسرقش من يهودي، ان سرقت اممي يجوز. ما تقتلش يهودي، خدت بالك؟ دماء المسلمين يجوز. هو الايه؟ التلمود مبني على كده. فهم بيتقربوا الى الله بدماء غير اليهود لما بيقتلوهم، يعني بيضحوا بيهم قربان. وآخر يقول: آخر ما أقول هو أن اليهودية لها تأثير عظيم جدا على تكون الإسلام في عصر محمد عليه الصلاة والسلام. وبشكل إجمالي يبدو لي واضحا تماما أن نقاط التشابه بين اليهودية والإسلام بعدما تطور أكثر، بعدما إيه؟ بعدما تطور أكثر لفتا للانتباه من كل وجهات النظر، وآخر يقول إن تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية. خلي بالك إن المسيحيين بيقولوا إن عيسى لم يأتي بشريعة، لكن الشريعة هي شريعة الإيه؟ التوراة. وإنت لو تأملت إن فعلا عيسى أتى بالإنجيل مكمل للتوراة ولم يأتي بشريعة كاملة، لذلك يعزى وينسب إليه أنه قال: ما جئت لأنقض الناموس اللي هو التوراة قبل، ولكن جئت لأكمل. الجملة دي تصدقها عندنا إيه؟ ولأحل لهم بعض الذي حرم عليهم. فالنصارى بيقولوا إحنا عيسى ما جاش بشريعة. لذلك أنت لما تسمع الجن لما سمعوا القرآن قالوا إيه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بين بعد من؟ قال من بعد موسى، لأن الشريعة كانت شريعة إيه؟ موسى.
ما قالش كتاب انزل من بعد عيسى على اساس ان الشريعه كانت. الجن عارفين الكلام ده، الجن عارفين الكلام ده، فقالوا كتاب انزل من بعد موسى، على انه لم ياتي كتاب شريعه كامل من بعد التوراه التي انزلت على موسى الا هذه الايه الشريعه. ولذلك برضو في نفس المعنى ورقه بن نوفل لما قالت له خديجه يا ابن عم اسمع من ابن اخيك، فسمع منه قال له هذا الذي سمعته هو الذي انزل على موسى، هو والناموس الذي انزل على موسى لمن مشكات واحده. ما قالش هو والذي انزل على عيسى على اساس ان دي كتاب شريعه وديت كتاب شريعه، او ده بدايه عهد شريعه كما كان هناك عهد شريعه. ولذلك انا ذكرت لكم برضو سابقا ان الشيخ احمد ديدات لما خد النص وراح للقسيس اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه، الخطاب لسيدنا موسى كان بيبشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لان المثلية ما بين موسى وعيسى متحققة ومتطابقة. متحققة في ايه؟ فان له شعب يحكمه بشريعة، والنبي محمد له شعب بيحكمه بايه؟ بالشريعة. سيدنا عيسى كان له شعب بيحكم فيه، ما ده هو اضطهد لحد ما رفع. اضطهد يعني كان فطرة سيدنا عيسى على الارض زي الفطرة المكية اللي كانوا فيها المؤمنون بايه؟ بيتعذبوا. طب هو تعدى الطور ده الى مجتمع مدني وتمكين ودولة وارض وجيش، حصل كده لعيسى عليه السلام؟ ما حصلش. خدت بالك؟ لذلك انتقلت الرسالة من بني اسرائيل لبني اسماعيل اللي هم اصبحوا احق وجدرين بيها. اصبحوا احق وجدرين ايه؟ بيها من هؤلاء قتلة الانبياء. خدت بالك؟ المبدلين للشرائع، المحرفين للكتب، فكان لابد ربنا يستبدلهم، وقد حدث ان استبدلهم ببني اسماعيل ليحملوا رايه الدين الى اخر الزمان. المصنف بيقول هذه دعاوى متهافته، ازاي النبي محمد هيتعلم شريعه التوراه والانجيل وهو كان امي؟ هو يتعلم الا من كان متعلم؟ حد يتعلم توراة وهو أمي؟ ده عدل على التوراة وعدل على الإنجيل وعدل على الدنيا كلها وعدل على المشركين. كل من انتسب إلى نبي الله إبراهيم من يهود ونصارى ومشركين، ها، جاء الإسلام فواجه هؤلاء إيه؟ واجه هؤلاء جميعا وضحض مفترياتهم وبدعهم وشركهم وكفرهم إلى آخره. كان الذين يرمون بهذه الأقوال أن النبي درس على إيد من قبله من أهل الكتاب يزعمون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان بيدرس في علوم السابقين وتخرج من أعظم الجامعات، لو كان هناك جامعات يعني. إن نقاط التشابه التي احتجوا بها على أن مصدر التشريع الإسلامي هو التوراة والإنجيل إنها أعظم دليل على أن هذا التشريع من عند الله، وأن التوراة والإنجيل والقرآن من مشكات إيه؟ من مشكات واحدة. خدت بالك؟ كما أن الإنسان والقرد والزرافة والفار وكل المخلوقات خلقهم إله واحد سبحانه وتعالى. إذ كيف يتسنى للنبي العربي الأمي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بتشريع يتفق في قواعده وأصوله مع الشرائع السماوية السابقة ويصحح لليهود والنصارى كثيرا من تحريفاتهم وأغلاطهم في شرائعهم؟ هو اللي بيتعلم من غيره يعدل عليهم؟ ويذكر كثيرا من الأحكام التي يخفيها أحبارهم ورهبانهم
هم لما جه زاني وزانية من اليهود وقالوا له عايزين نقيم عليه حكم النبي يحكم عليهم، قال لهم هاتوا التوراة اقرأوها، فحطوا صبحهم على آية الايه الرجم، وقالوا احنا يعني اصطلحنا على صبغ وجهه بالسواد ويركب دبة بالمقلوب ونعمل له جرصة وفضيحة في الناس، وأصبحت دي العقوبة بعد التعديل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحد من التوراة، لأن هذا يوافق برضو ما في الإيه؟ ما في الإسلام. وهذا الحد كان بني إسرائيل بيستعملوه برضو بالتوراة زمان قبل ما يسخموا وشه يعني ويركبوا حمار، خدت لك؟ فيعزى إلى المسيح أنه حضر مثل هذه العقوبات في بني إسرائيل، خدت بالك؟ فكانت واحدة صاحبة خطيئة فبيرجموها، فقال لهم عيسى إيه؟ من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، يعني اللي هو نضيف منكم من المعصية ديت يرجم بحجر، لكن المتلبس بمثل هذه المعصية ما ينفعش يرجم وهو متلبس بنفس الايه المعصية. من كان منكم بلا خطيئة، يقصد الخطيئة ديت يعني، فليرجمها بحجر، وهذا النص موجود في الإنجيل. لا، هم بني إسرائيل كانوا بيقيموا الحدود ديت بالتوراة، ما كانش له سلطان برضه هو يقيم مثل هذا، بس هو كان ناصح وواعظ ومذكر بالله كده يعني. ولما قال لهم أحكام تخالف اللي في التوراة، قالوا له أنت مشعوذ وساحر ومضلل، وقالوا فيه الأوصاف الساقطة كلها على سن ده جاي غير التوراة، وهم لم يسلموا بأنه رسول عليه السلام. طب إذا كان النصارى بيقولوا ما احنا ما عندناش الشريعة نطبقها، المسيح لم يأتي بشريعة، طب انتوا يا جماعة يعني معترضين على الشريعة بتاعتنا ليه لما انتوا ما عندكوش الشريعة؟ ولا عشان خاطر حقد على الإسلام؟ ما هم اضطروا إلى أن يحتكموا إلى المواريث الإسلامية لما لم يجدوا عندهم إيه؟ مواريث. ولو اتبعوا مواريث أوروبا هيورثوا القطط والكلاب. بيقول لك فلان مات وعنده قطة ورثها 1,000,000 جنيه، وفلان مات عنده كلب ورثه 2,000,000 جنيه، فهم ما عندهمش مواريث، فاحتكموا إلى مواريث مين؟ المسلمين. طيب مين اللي بيشرع عندهم؟ إذا كان لم يأتي عيسى بتشريع، مين اللي بيشرع للنصارى النهاردة؟ بالضبط، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لذلك الحبر منهم والراه يقول له أنا أحل وأحرم، أحل لك كذا ولا أحل لك كذا، هو مصدر التشريع، ما بيقولش التوراة قالت، ما بيقولش الإنجيل قال، هو مصدر الإيه. والكلام ده هم بيعترفوا به، لأن في أسرار سبعة للكنيسة، سر الزيجة والمعمودية وسر الكهنوت. إيه سر الكهنوت اللي أصبح به الكاهن كاهن؟ بيقول لك ما يعقده الكاهن على الأرض يكون معقودا في السماء، وما يحله الكاهن على الأرض يكون محلولا فين؟ ما يحله يكون محلولا وما يعقده يكون معقودا. كأن إرادة السماء صارت تابعة لإرادة مين؟ الحبر على الأرض، هو أصبح الرب اللي بيشرع يقول هذا حلال وهذا حرام. واحد منهم بيحكي لي مرة، بيقول لي كان فيه راهب قسى على نفسه في الزهد في الدنيا لحد ما اللي حواليه تضرروا من زهده، يعني هو زهد فيها قوي يعني، فجيه الحبر اللي فوق منه قال له أنا لا أحل لك من هذا الذي تفعل، أنا لا أحل لك هذا. احنا ذكرنا في الشطر اللي فات يعني ايه تشريع في اللغة، يعني ايه تشريع في الاصطلاح. وبعد ما خلصنا الكلام ده
هندخل ايه يعني ايه فقه؟ التشريع نصوص الكتاب والسنة التي تعطيك احكام كذا 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 صريحة. امال ايه الفقه؟ الفقه استنباط العلماء الاحكام من النصوص. انت ممكن تجتهد في استخراج حكم من نص او من نصين او بمجموع نصين، اللي انت توصلت له ده اسمه ايه؟ اسمه فقه. هم لما قالوا لو ولدت امرأة مولود لستة اشهر لم ترمى بالزنا، مع ان المعهود ان الحمل كام؟ 9 اشهر، خدت بالك؟ فقيل لابن عباس كيف اذا ولدت لستة اشهر لم ترمى بالزنا؟ قال لمجموع دليلين، حصل ولا لا؟ لمجموع ايه؟ حمله وفصاله، والتاني وفصاله في عامين، فصاله في طمه في عامين، والتاني في صامه وحمله في 30 شهر. اما تخصم دول من دول يبقى لك كام؟ هذا الحكم مستنبط من نصين نسميه ايه؟ نسميه فقه. نسميه ايه؟ فقه. وكلمة فقه في اللغة يعني الفهم، لغة الفهم. وكلمة فقه برضو هتلاقي لها في الاصطلاح مدلول واسع زي الشريعة ومدلول ضيق. احنا قلنا الشريعة اصطلاحا بمفهومها الواسع بتشمل الاعتقاد، العبادات، الاخلاق، المعاملات، الديات، الجنايات، الحدود، المواريث، مش كده؟ قلنا كده في مفهومها الايه؟ الواسع. لما تيجي تقول الشريعة البعض بيطلقها على الاحكام الايه؟ العملية. الاحكام الايه؟ العملية، اللي بتبدأ من الوضوء في كتب الفقه، اللي بتبدأ من الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات واحكام الاسرة، خدت بالك؟ الى اخر الابواب. ده بمفهوم ضيق. مفهوم الواسع بتدخل معها العقائد والاخلاق والاداب وما شابه ذلك. الفقه في اللغة هو الفهم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، معناها لا نفهم كثيرا مما تقول. وتقول العرب أوتي فلان فقها في الدين، يعني فهما للدين. وقال تعالى ليتفقهوا في الدين، يعني ليكونوا علماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. معنى فقهه في الدين يعني فهمه تأويل الدين. وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظ ابن القيم رحمه الله أن الفقه ليس مجرد الفهم، بل المراد به فهم مراد المتكلم من كلامه، بل المراد به فهم مراد المتكلم من كلامه. الفقه في الاصطلاح هو ايه؟ بعدما جاء الاسلام غلب هذا الاسم على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر انواع العلم. فاذا اطلق علماء الصدر الاول اللي هم السلف اسم الفقه فانه ينصرف في عرفهم الى علم الدين دون غيره من العلوم. يعني ما تقولش يعني ايه فقه، تقول فقه الفيزياء والكيمياء والرياضيات، ما مش هيدخل فيها، مش كده؟ المقصود بيها فهم علوم الدين. وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه
حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. لقد كان الفقه عند أهل الصدر الأول من السلف شاملا للدين كله غير مختص بجانب منه، لأنه بعد كده خصصوه بإيه؟ خصصوه بالفروع دون الأصول، والمقصود بالأصول علم العقيدة. فقد كان الفقيه عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع، ده في الصدر الأول، ويعنى بأعمال القلوب قبل أعمال الأبدان. لذلك سمى الإمام أبو حنيفة ورقات وضعها في العقيدة سماها بالفقه الأكبر. كان أيام أبي حنيفة رحمه الله الفقه بيشمل الدين كله، ها، عقيدة وأحكام. وبعد العصور ديت خصصوا به الأحكام الايه العملية. وقال ابن عابدين: المراد بالفقهاء العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادا وعملا، لأن تسمية علم الفروع فقها هذا شيء حادث. الكلام اللي قلناه في الشريعة هو الكلام اللي بنقوله في الايه في الفقه. بس انت لازم تعرف الفرق ما بين الشريعة والايه والفقه، ان الفقه استنباط العلماء احكام من الأدلة، ممكن تكون من دليل واحد، ممكن تكون من دليلين، ممكن تكون بمجموع الأدلة، ممكن يكون بالقياس، ممكن يكون بالايه بالقياس. شرح تعريف الفقه: إذا دققت النظر في تعريف الفقه يظهر لك أن الفقه هو العلم بالدين بجميع فروعه بجميع فروعه. والبعض خصصه بالعلم بالأحكام الشرعية العملية يعني. والأحكام الشرعية هي المتلقاة بطريق السمع المأخوذة من الشرع دون المأخوذة من العقل. المأخوذة من العقل كالعلم بأن العالم حادث وأن الواحد نصف الاثنين، دي أحكام إيه؟ عقلية. أو الأحكام المأخوذة عن طريق الحس كالعلم بأن النار محرقة، أو المأخوذة من الوضع والاصطلاح اللغوي زي حكم إيه؟ العلم بأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. مش دي أحكام؟ آه، بس هي بنسميها أحكام شرعية ولا أحكام لغوية؟ أحكام اللغة. والأحكام الشرعية التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة إما أن يكون فيها تكليف معين. يعني إيه تكليف معين؟ يعني واجب ومستحب ومحرم ومكروه، فتسمى الحكم الشرعي التكليفي، أو تسمى الحكم الشرعي الوضعي. خدت بالك؟ زي اشتراط شروط واتخاذ أسباب دخول الوقت، خدت بالك، لصحة الصلاة، ده حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي. دخول الشهر سبب في صيام رمضان، لكن التكليف بالصيام هو التكليف، خدت بالك، اللي هو الواجب يعني، هو الشرع التكليفي، الأمر بالصيام. أما دخول رمضان سبب للصيام أو اشتراط لصحة صيام رمضان، هذا بيسموه حكم شرعي وضعي. مثال الحكم التكليفي: أداء الدين واجب، القتل محرم،
فالوجوب في الحالة الأولى أداء الدين، والتحريم في الحالة الثانية اللي هو تحريم القتل، حكم شرعي تكليفي، لأن فيه تكليفا بفعل هو أداء الدين أو بالامتناع عن فعل القتل. ومثال الحكم الشرعي الوضعي أن الشرع نص على بطلان عقد المجنون لرفع التكليف عنه، رفع عن أمته إيه؟ رفع القلم عن ثلاثة، المجنون والصبي والنائم. فالبطلان هذا حكم شرعي وضعي، لأنه وضع نتيجة لعقد المجنون دون أن يكلف فيه أي تكليف. ثالثا من تعاريف الفقه، الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية، العبادات والمعاملات اليومية، ويقابل الأحكام العملية الأحكام الاعتقادية المتعلقة بالقلوب ليس الأبدان. رابعا جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية، ومعنى ذلك أن الأحكام لا تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع المعلومة، أي إلى أدلة الشرع. والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشرع إلى دليله. فالفقه الإسلامي ليس وضعية من صنع الدولة، بل هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية. موضوعات الفقه الإسلامي وأقسامها: عندما دون الفقهاء القانون الإسلامي في مدونات سميت بكتب الفقه، قسموا موضوعات هذا القانون أو هذا الفقه إلى قسمين كبيرين، هما قسم العبادات وقسم المعاملات. وأهم الموضوعات المدرجة في هذا القسم اللي هو العبادات الطهارة، ويبحث فيها في أحكام المياه والنجاسات، وأحكام الوضوء والغسل والتيمم والحيض والنفاس والصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة والمساجد وفضلها وأحكامها.